كثير من التفاصيل نتحدث عنها مع ضيفي هنا في وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة نائب وزير الحج والعمرة معالي الدكتور عبد الفتاح مشاط. أهلا وسهلا بك معالي الدكتور. أهلا وسهلا بك. حياك الله. الله يحييك. حج استثنائي أيضا هذا العام، تجربة فريدة قدمت العام الماضي. هذا العام تم اختيار عدد ليكون عدد الحجاج هذا العام 60,000 حاج. كيف تم اختيار هذا الرقم وكيف كانت آلية اختيار 60,000 من أكثر من نصف مليون متقدم؟ طبعا هو صحيح أنه حج استثنائي، لكن هو حج استثنائي من بشكل مختلف تماما. هذه السنة نحن بنبني نموذج خاص ليكون نموذج للسنوات القادمة. العدد اللي تقدم لوزارة الحج والعمرة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية عدد كبير جدا، ويتوجد هناك العديد من المعايير والمقاييس اللي يجب أن يتم تطبيقها على مستوى الأفراد أو على مستوى إذا كان في مرافقين. لكن إحنا نضع في المقام الأول هو أهم معيار، هو معيار الصحي. يجب أن يكون كل من تقدم لأداء الحج هذه السنة أن يكون ملائم صحيا، ويكون في نفس الوقت نضع أولويات. زي ما تفضلت العدد كبير جدا، أكثر من 550,000 طلب، لازم ترشيح هذه الأعداد الطلبات إلى عدد إلى 60,000. هذه أعطتنا تحدي آخر تاني، لأنه الأعداد كبيرة جدا والشغف كبير جدا، وبالتالي طريقة الدخول حتكون في وقت واحد، يمكن في دقيقة واحدة. وضعنا بعض المعايير الأخرى التانية اللي هي خاصة بعملية التنظيم، وبدأناها بالفئة العمرية الأعلى من لم يسبق له الحج قبل ذلك، واخترنا واحد فقط مرافق لكل حاج يمكن أن يرافقه خلال رحلة الحاج. وبالتالي بدأت حقيقة تترشح الأعداد من 550,000 إلى أعداد أقل وأقل حتى نصل للعدد، والحمد لله نحن تقريبا الآن وصلنا للعدد المحدود اللي هو حددنا 60,000.